افتتح مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد معرض أجندة الفني بمكتبة الإسكندرية في دورته 16 الذي نظمته إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة. وأشار زايد إلى أن هناك اتجاها من المكتبة لقيام مسابقة لشباب الجامعات الموهوب في الرسم، مؤكدا أن المكتبة سوف تكون مكانا لتفريغ الطاقات الفنية ودعم الجمال في المجتمع المصري. ويواصل المعرض فعالياته حتى 4 مارس المقبل، حيث تحتفي مكتبة الإسكندرية من خلال الدورة بعدد من ضيوف الشرف الذين صنع أدبهم تاريخا وبصمة في ساحة الفن المصري المعاصر. عندنا معرض فني تشكيلي مهم اللي هو معرض أجندة في الدورة 16 بتاعته. المعرض ابتدى سنة 2008 وإحنا دلوقتي دي الدورة 16. المعرض موجود في قاعتين المعارض الكبار بتوع المكتبة اللي هو قاعة المعارض الغربية والشرقية. المعرض بيكمل سنته 16 بنجاح كبير، ودي حاجة إحنا فخورين بيها لأن عليه إقبال كتير جدا من الفنانين الشباب والكبار كذلك، إن هم يقدموا على المشاركة في المعرض بمختلف أنواع الفنون التشكيلية.